وكل ما حاولت تحميه أكتر كل ما كان الموضوع أسوأ. وضعوه في خزنة آمنة في شارع فور في لندن، وللمصادفة كان أول شارع يتضرب بالقاذفات الألمانية. استمتع بحياتك، ولكن اعلم أنها ستنتهي. كن على دراية بذلك، إن الأمر أشبه بنوع من اللعنة. أكتر الكتب فخامة، فكرة تزيينه ب 1500 جوهرة ده غير الياقوت والزمرد والذهب، كانت الأولى من نوعها على مر التاريخ. صاحب الفكرة حرفي عنده هوس بتجليد وتزيين الكتب. أول نسخة اتزينت من الكتاب اتبعتت من لندن لنيويورك على سفينة قصتها أغرب من قصة الكتاب نفسه، وهي سفينة تايتانيك RMS اللي غرقت من 110 سنة. ولما ظهرت فكرة تزيين نفس الكتاب وبرضه بتكاليف خيالية في أواخر الثلاثينات، اتحرقت بقذيفة ألمانية في بريطانيا. وده اللي خلى الناس تبص للكتاب ده على إنه شؤم. ايه هو الكتاب ده ومين مؤلفه وليه كل الجدل والغموض الموجود حواليه؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة. معاكم سميرة عبد الغني من قناة اقرأ الكتاب. في عام 1911 خلص فرانسيس سنغوري تجليد كتاب في عمل استمر لمدة عامين، وطلع النسخة اللي أبهرت كل اللي شافها، من الجواهر للياقوت للزمرد غير الأوراق المذهبة و5000 قطعة من الجلد. مش بس كده، الموضوع وصل مع سنغوري انه يقترض جمجمة بشرية عشان يصورها بشكل احترافي بزاوية معينة متوافقة مع رؤيته الفنية، لدرجة انه قدم رشوة لحارس حديقة حيوان، والهدف انه يأكل فار لأفعى، وده بس لمجرد انه يلتقط صورة بالتجربة المباشرة لاستخدامها في تجليد الكتاب. وعلى فكرة دي مش اغرب حاجة هتسمعها عن الكتاب، اللي جاي اغرب بكتير. صحيفة دايلي ميرول البريطانية وصفت العمل النهائي للكتاب على انه النموذج الاكثر شهرة من التجليد اللي تم انتاجه على الاطلاق، وكان ثمن النسخة دي واصل لارقام خيالية في الوقت ده. سنغوري وشريكه في العمل جورج ساتكليف حرفيين موهوبين بشكل استثنائي، وده على حد وصف البعض ليهم، والاتنين جمعهم الفصول المسائية اللي حضروها لتعلم حرفة التجليد من أفضل الحرفيين اللي كانوا معروفين في الوقت ده، وكان من ضمنهم شخص اتوصف على إنه غريب الأطوار، وده لأنه في سبيل إن محدش يقلد أعماله رماها من فوق جسر. سنغوري وساتكليف كانوا معروفين بأعمالهم اللي ملهاش مثيل، لدرجة إنهم كانوا بيتكلفوا بتجليد كتب مشهورة جداً، ومنها كتب للملك إدوارد السابع. في عام 1907 قابل سنغوري جورج ستونهاوس، واللي كان وقتها مدير مكتبة ودار نشر سوثران، ووضح له رغبته في تجليد كتاب بتعود أصوله للقرن الثاني عشر بشكل يعمل ضجة ويخبل أي حد يشوفه. ووقتها كان بيتكلم عن كتاب رباعيات عمر الخيام، وبعد محاولات كتير للإقناع وافق، لكن بشرطه هو إنه ما يعرفش رئيسه هنري سيسل لأنه هيعارض المشروع. وفعلا بدأ سنغوري شغل في الكتاب وطلع نسخة هي الأكثر روعة وفخامة على الإطلاق بوصف الجميع، وعمل استثنائي بكل معنى الكلمة. عاش عمر الخيام الفيلسوف وعالم الرياضيات وعالم الفلك والشاعر في إيران، وده طبعا على حسب وقتنا الحالي، بين عام 1048 ل 1131، وليه إنجازات علمية كتير ومهمة، لكن بعد وفاته بوقت طويل شهرته تحولت لأشعاره اللي كتبها في 4 أبيات واللي اتعرفت باسم الرباعيات. ولما عرف سيسل صاحب دار النشر بالإبداع المذهل والعمل الاستثنائي والمجهود الجبار اللي اتبذل فيه، عرض الكتاب مقابل 1000 جنيه استرليني، يعني فيما يعادل 120,000 جنيه استرليني في وقتنا الحالي. وزي ما كان في جانب شايف ان الكتاب ده عمل ملوش مثيل واستثنائي، جانب تاني شايفه انه مبتذل وموجه بس للاثرياء من الطبقة الارستقراطية، ومنهم بائع كتب وامين مكتبة الملك ادوارد السابع اللي كان من اوائل الناس اللي اتعرض عليهم شراء الكتاب ورفض، وكان شايف انه عمل غير مناسب وغير مهم بالمرة. واللي كان من ضمن المهتمين بالكتاب جدا تاجر كتب من نيويورك، وعرض 800 جنيه استرليني مقابل شراء الكتاب، لكن دار النشر رفضت. وبعد محاولات فاشلة لبيع النسخة المنحوسة وسفرها لأمريكا ورجوعها مرة تانية، ستونهاوس مدير دار النشر قال عبارة غريبة جدا عن الكتاب ده: يبدو أن حادثة وفاة ستتبع الكتاب. وفي النهاية قررت دار النشر عمل مزاد على الكتاب، وأخيرا اتبعت النسخة بمبلغ 405 جنيه استرليني، وبدأت رحلة الكتاب مرة تانية لأمريكا، لكن معاد الرحلة الأساسية فات، فاضطروا ان هم ينقلوها على الرحلة التانية، وكان وقتها سفينة تايتانيك RMS.
كارثة غرق السفينة تايتانيك واللي مات فيها 1500 شخص بتعتبر واحدة من أشهر الأحداث في القرن العشرين، ومن المرجح أن الكتاب كان في حراسة محب الكتب هاري الكنيز، الشاب اللي كان عمره 27 سنة ووالده اللي بينتموا لأغنى عائلتي في ولاية بنسلفانيا ومن أهم ركاب السفينة. مع انتهاء الحفل كانت السفينة فعليا اتصدمت بالجبل الجليدي وبدأت فعلا بالغرق، وزي ما كان في ناس متضايقة جدا من غرق الكتاب اللي كان بيعتبر عمل استثنائي، في ناس تانية كانت شايفة ان قاع المحيط هو افضل مكان للكتاب ده، زي السير جون اللي اتعرض عليه الكتاب قبل كده ورفض. ودي ما كانتش اخر الاحزان بالنسبة للكتاب والغموض المحاط بيه. بعد 10 أسابيع من غرق تايتانيك، سنغوري مجلد الكتاب كان في رحلة مع زوجته واطفاله الاربعة في الساحل الجنوبي الانجليزي، وقرر الذهاب للسباحة في البحر في سيسلي بيل، وبسبب طيارات قوية اتسحب ومعرفش يعوم ولا يقاوم الطيار، ومات في عمر 37 سنة، وقدروا يوصلوا للجثة بعد ساعة ونص. وبعد 8 سنين متدرب جديد في الشركة واللي بيعتبر ابن أخو صاحب الشركة شاف في خزنة الشركة الرسومات الأصلية لسنغوري لكتاب عمر الخيام، فقرر إعادة إنتاج العمل مرة تانية. وبعد مجهود طويل خلص أخيرا العمل في الكتاب، وقتها بدأت الحرب في أوروبا، فقرروا أن الكتاب محتاج لحماية من القصف الجوي، وللسبب ده غلفوه بمواد واقية ووضعوه في خزنة آمنة في شارع فور في لندن، وللمصادفة كان أول شارع يتضرب بالقاذفات الألمانية. وبعد ما شالوا الأنقاض ودوروا على الخزنة، في الآخر وجدوا الكتاب عبارة عن كتلة سوداء متفحمة ومتدمرة. وعلى حسب وصف أحد المهتمين بأمر الكتاب، كانت الحماية الزايدة للكتاب هي اللي ضرته بنسبة كبيرة، وكل ما حاولت تحميه أكتر كل ما كان الموضوع أسوأ. فعلى حسب وصفه أن في الحادثة الأولى للكتاب كانت أأمن طريقة لنقل الكتاب هو نقله في التايتانيك، اللي قالوا عنها كلام كتير عن قوتها وعدم قابليتها للغرق وكل الكلام ده. واللي أغرب من الحادثتين اللي فاتوا وكل الجهود والفلوس والأحداث المحيطة بالكتاب، هو إصرار وحماس براي اللي غلف الكتاب تاني مرة إنه يبدأ في العمل للمرة الثالثة في ثالث يوم بعد انتهاء الحرب. أخيرا انتهى من الكتاب الثالث وقدمه للمكتبة البريطانية، واللي اتوصف الكتاب في عام 1995 على انه نصب تذكاري لعمل استغرق العمر كله، وفضل الكتاب في المكتبة ونادرا ما بيتم السماح بالوصول اليه. وبالنسبة لاحد المهتمين بالكتاب، قصة الكتاب مرتبطة بشكل ما مع نظريات عمر الخيام اللي ألهمت مجلد الكتاب لإحياء ذكرى الشاعر بالذهب والمجوهرات والجلود، واستشهد على كلامه بنصوص موجودة في الكتاب، واللي منها زي ما وصف: استمتع بحياتك ولكن اعلم أنها ستنتهي، كن على دراية بذلك، إن الأمر أشبه بنوع من اللعنة. وغيرها من النصوص اللي أكد بيها إن قصة الكتاب مرتبطة بشكل ما بنظريات عمر الخيام. لكن وعلى الرغم من الكلام عن وجود لعنة محاطة بالكتاب وإن الطاووس ده رمز للكارثة، إلا إن براي نفسه مجلد الكتاب شايف إن كل الكلام ده مجرد خرافات. كده يكون خلص موضوعنا. أتمنى اللي عجبه الفيديو يدعمني بلايك ويشترك في القناة لو لسه أول مرة بيشوفنا، وما تنسوش تفعيل جرس الإشعارات عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل على القناة. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.